ناحية السوق من أحسن السوق صراحة، السوق في البلاد ماشي هو السوق المدينة قريب لينا والحمد لله. المهم حاجة رخيصة زعما مش زعما الحمد لله، زعما ماشي حاجة غالية زعما تسمي، لا بستة دراهم 7 دراهم، مطيشة 10 دراهم تم 12 دراهم. باقا غالية، مطيشة شوية غالية شوية، ايوا رخيصو 3 دراهم 4 دراهم والحمد لله. الحاجة رخيصة زعما، المهم شوية يعني شوية الطماطيشة هي اللي شوية اللي غالية شوية. اللحم شوية مزيان الحمد لله ب 80 درهم 80 درهم كيوصل المدينة كندوه ب 100 درهم 100 درهم كيوصل. هذا هنايا الحمد لله بخير وعلى خير. بطاطا رخصت شوية، مطيشة رخصت شويش، جعدة 4 دراهم، اللحم بقار 80 درهم، المعز 70 درهم، والسوق ديال ملوس عملوا له الضاو، عملوا له كل شيء، الحمد لله. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يشافيه، الله يشافيه، الله يطول في عمره. نقول لك طنجة فيها الغلا بزاف، بطاطا طوماطيش 12 درهم، بطاطا 7 درهم، 8 درهم في طنجة. وحنا في ملوسة الخير والبركة كاين النقص، نطلب ربي الحبيب اتحاد الغلا من كل بلاصة، ماشي عندنا كل شيء، كل شيء كل شيء دراوش مساكن مكرفسين، الغلا عندنا الحمد لله يا ربي، الله ينصر صدنا، الله يشافي. اللحام كتمل 80 درهم البقري، ودي المعزي كتمل 70 درهم 75 درهم شوية على المدينة دابا، سوق القراوي شوية دابا ماشي بحال في المدينة، هنا في الجبل كيطيحوا شوية. ملوسة دابا جمع الدوار هنا اللي كينجمعوا هنا من دايرة هنا عندنا في ملوسة، كينجمعوا هنا السوق هذا كيديروا السوق شوية طايحة على المدينة. وفي المدينة البارح تأخرت المدينة كان السوق طالعة شوية، لا كل شيء طالع والحمد لله. من رمضان يكون تعاود كما كانت إن شاء الله. أنا زرف الدين ملوسة إن شاء الله يا ربي، تبيع اللحم دابا اليوم 80 درهم، سوق اخر ان شاء الله عاود نهودوا شويه، الله في رمضان ان شاء الله تكون 70 درهم ان شاء الله بحول عماقوت. جماعه تسلموا لنا المحلات جدادين وهادي مصليين فيهم الضوء فيهم الماء مجلجين، الله يكثر خيرهم، تهلاو فينا الله يجازيهم بخير. زعما سيدي عندنا السوق اسبوعي اللي يجوا نتقداو حاجه مع الدراويش اي حاجه الثمن ديالها 80 درهم والحمد لله رب العالمين. البقري والغنمي والمعزي الحق الجلي، الغنمي الخروف العجل البقري 80 درهم. الفرق بين المدينه فرق كبير 2000 فرق وزياده، 2000 فرق فرق ان شاء الله يدخل يزيد شويه الرخاء، نطلبوا على ربي الخير الله اللي يحشمنا يكون الخير موجود ساعتك يسير الامر ان شاء الله. طبعا بالنسبه للجنه التتبع مراقب الاسعار راه كل اسبوع كما كتعرفوا احنا عندنا هذا سوق اسبوعي، سوق اثنين من لوسه، كل اسبوع كتخرج لجنه التتبع واللي كتراقب الاسعار. الحمد لله احنا في السوق ديالنا كاين الثمن شويه
ما مرتفع شي بزاف وما هو شي بزاف، كاين شويه مثلا د الغلاف بعض البلايص، وكاين بعض البلاصه بعض المواد فيها اثمنه مناسبه. بالنسبه احنا في هذا السوق كما كتعرفوا سوق قروي، جماعه ملوسه احنا جماعه ترابيه قرويه على قرويه تبع الاقليم فحص هجرة. المراقبه كما قلنا كيجوا كل اسبوع لجنه المراقبه اللي كيتراسها السيد العميل، ولاحظت واحد العدد الملاحظات اللي كانت في السوق فيما يتعلق في الاثمنه، كتدخل جميع التجار، جميع اللي كيبيعوا المواد الغذائيه ولا الخضر ولا الفواكه. بالنسبه للسوق تم اعاده التاهيل ديالو في كشطر الاول، جلا داخل السوق كما كتعرفوا درنا لي شابيتوس وتهيئ الارضيه كذلك، والاناره كذلك الاناره العموميه داخل السوق، وبنينا قمنا باعاده بناء المنظره واعاده بناء محلات بيع اللحوم. وكاين شطر ثاني ان شاء الله احنا فيه ان شاء الله قريبا ان شاء الله غادي يخرج من الوجود، كيتعلق موقف السيارات وكذلك مكان لبيع الاسماك.